دائما احنا نشوف افلام عامر خان يعني قبل ما نروح السينما نعطي لنفسنا توقعات عاليه وتوقعات كبيره جدا. هل فيلم سيكر السوبر ستار واحده من هذه الافلام؟ تعالوا معي. اس بار شكتي اوارد لے گا نہیں دے گا. سو هير اي ام تو گیو دی اوارڈ فور دی بیسٹ سنگر فیمیل اینڈ دی اوارڈ گوز ٹو. فيلم سيكرت سوبر ستار هو من تمثيل زاريا وسيم كبطولة طبعا مطلقة لها في هذا الفيلم. تمثل دور انسيا، انسيا بما معنى امرأة باللغة الأردو أو اللغة الهندية. هذه البنت عمرها 15 سنة وعندها حلم انها تصير مطربة. هي حدودها يعني كبيرة جدا، يعني عندها احلام بلا حدود، فتبغى تصير مطربه، تبغى يعني تعيش امها حياه جميله، حياه احسن من الحياه اللي هي عايشتها مع زوجها اللي هو دائما يوبخها، وهو شخص يعني عنده مشكله في داخله، مشكله الرجوله او مشكله ان المراه لازم تكون مضطهده في بيتها، مضطهده في حياتها، هذا بشكل لا ارادي، لكن هذا طبيعه هذا الرجل. امور كثيره في هذا الفيلم موجوده. ايضا دخول عامر خان في هذا الفيلم بدور شكتي اللي هو المطرب او الموسيقار عفوا، هذا الشخص عنده يعني مشكله الا وهو انه هو انطرد من بوليوود او طلع بطريقه غير مباشره على اساس انه التونه مالته صارت تعبانه، والموسيقى اللي هو يستخدمها موسيقى يعني عاديه جدا كلها ريميكس، ليه ما تدخل في حياته انسيا وتبدا الاحداث جديده في حياه هذا الشخص ايضا وحياه انسيا ايضا. سيناريو الفيلم واخراج الفيلم من ادفيت تشندن. أدفيت تشندن هذا اصلا كان هو سكرتير يشتغل عند عامر خان، سكرتيره الخاص. طبعا اكيد الشخص اللي بيكون مع عامر خان مثل ظله لفتره طويله اكيد راح يطلع منه شغل مهم في حياته المهنيه. فهذا السيناريو كان اول سيناريو له، وطبعا طلع عليه عامر خان وطلعت عليه زوجته كيرن راو ونعجبوا فيه كثير. ليش نعجبوا بهذا السيناريو يا ترى؟ اولا القصة هذه قصة جدا بسيطة، يعني مثل ما يقولون as simple you show me as strong message I will get. هذا مثل معروف أو مثل يمكن أنا قاعد أقول لكم إياه الحين. هذا الفيلم في الرسالة العميقة أو في حاجات عميقة في هذا الفيلم راح تستنبطها عند مشاهدتك هذا الفيلم. كيف راح تستنبطها أو كيف راح تشعر فيها؟ عن طريق المهارة اللي سوى الكتاب اللي عملها أدفيت. مهارته واضحة أنه هو جايب الحياة البسيطة الموجودة في بومباي أو في الهند أو في أي مكان في بارودا المنطقة اللي هم عايشين فيها، الحياة نفسها بالضبط، حياة المسلمين كيف عايشين في هذا المكان، حياة الهندوس كيف عايشين في هذا المكان، كيف التجانس فيما بعض بين الناس، كيف العائلة عايشة في هذا البيت، كيف الأم تكون يعني متحملة حياتها مع زوجها على أساس أنها تقدر تربي عيالها. كذلك يعني أظهر لك المدينة هذه بشكل بسيط جدا، ما في تعقيدات، ما في شغل كبير، ما في يعني مسألة أنه يكتب لك حوارات ثقيلة أو يعطيك مشاهد قوية أكثر عن اللازم، لا خلاها مبسطة، خلاها الموضوع ماشي سموثلي على أساس أنك أنت تدمج مع هذه الأحداث وتحس أن هذه الأحداث قريبة لك أو تحس أن هي منك وفيك، او انك حتى لو انت هي ما وصلت لهذه المرحله او ما عندك هذا الاكسبيرينس، بس راح تشعر ان هذه الحياه موجوده اي نعم وتصير في كذا بيت. الفيلم هذا يتكلم عن حياه هذه الطفله اللي هي تريد تصير مطربه، يعني معنات الفيلم لازم يكون ايضا في موسيقى عاليه المستوى. انا شفت الموسيقى جدا قويه في هذا الفيلم، حيث ان الموسيقار أمير ترفيدي جعل من هذا الفيلم يعني مستقل بحد ذاته، يعني الموسيقى اللي موجودة فيه مش مأخوذة من أي مكان آخر، وليس هي ريميك لأي أغنية أو لأي موسيقى أخرى، بل هي وليدة الفيلم أو هي مخلوقة لهذا الفيلم. فتحصل هناك في كذا أغنية في هذا الفيلم، خاصة أغنية ما يكون هو. من الأغاني الجميلة جدا في هذا الفيلم وأغنية من أجدي بهيرا، انعملت بشكل جدا رائع وجدا جميل، تونة قوية جدا، واستخدم أصوات مطربين مقاربين لعمر زاريا وسيم. المطربة اللي كانت تغني أغاني زاريا وسيم كانت قريبة لها، وتحس أن هي صوتها بالفعل. من أجدي بهيرا
تمثيل الفيلم طبعا هو من بطولة زاريا وسيم. زاريا وسيم اللي خذت جائزة الوطنية عن فيلم دنقل رجعت لنا في هذا الفيلم، هو الفيلم الثاني لها. ومثل ما قال عنها آمر خان ان هذه الممثلة تعتبر ممثلة بالفطرة، يعني هي خلقت لكي تكون فنانة، وبالفعل راح تحس فيها ان هذه طبيعية جدا وناتشرال اكترس، عندها ميزات قوية جدا موجودة في أي ممثلة كبيرة في السينما الهندية ولا في السينما العالمية، راح يكون لها مستقبل باهر. وبالعكس أعتقد مستقبلها بدأ أوريدي مع فيلم دنقل، ومع هذا الفيلم راح يزدهر أكثر ويكبر أكثر. دورها جدا جميل، دورها جدا عفوي، عندها يعني كاريزما قوية جدا عند في لحظة صريخها أو لحظة يعني شكل عبوس بتسويه، تحس أنه طبيعي جدا، عايشة الدور بشكل رائع جدا. فزاريا وسيم تستحق جائزة أفضل ممثلة عن هذا الدور، لأن هذا الدور جدا يعني جميل وصنع أو نعمل عشان خاطر هذه الفنان. في دور أم زاريا وسيم اللي هي ماهير فيج، ماهير فيج شفناها في فيلم بجرنجي بهايجان في دور الأم الباكستانية لو تذكرونها. طبعا هذا الدور أو بالأساس ماهير في هذا الدور راح تجيك الرحمة عليها. إذا أنت إنسان ذو مشاعر وحاسيس راح أنصحك أنك لازم تشوف هذا الفيلم، تمسك أعصابك تمسك نفسك، لأنك أنت راح تحصل في ماهير يمكن أي شخص مقرب في حياتك، سواء كان أمك أو زوجتك أو أختك، راح يعني تشعر في هذا الدور. أدتها بشكل جدا جميل وجدا عفوي وجدا رائع. وأعتقد أن هذا الدور إذا هي ما أخذت عليه جائزة أفضل ممثلة مساعدة راح يكون ظلم في حقها، لأن هذا الدور جدا جميل وقوي جدا. وبعدين ما شاء الله يعني هي تحس إن هي أم زاريا وسيم، سبحان الله شكلهم متقاربين مع بعض، مع أن ماهير هي من مكان وزاريا من مكان آخر كشمير. میرا بھی تو یہی ڈریم ہے نا اور تو دیکھنا ضرور پورا ہوگا. واحدة من الأدوار اللي عجبتني في هذا الفيلم دور أبو زاريا وسيم، دوره قوي جدا. هذا الفنان لو تذكرون شفناه في عدة أفلام، يمكن أذكركم لمحة منه في فيلم راودي رات هول. راج أرجون لبس الدور بشكل قوي جدا، صرامة واضحة في أدائه، من حيث أنه حتى لو هو ما يتكلم وساكت تحس أنه هو هذا الرجل الصارم ورجل عنيف موجود فيه. دوره رائع جدا وقوي جدا، ويعني لها لمحات قوية في هذا الفيلم. ما راح أحرق عليكم شو هي اللقطات اللي سواها، بس أقدر أقول لكم المشهد اللي شفتوه في الدعاية يوم يكسر الجيتار مال بنته، هذا المشهد في ترى توابع في البداية، البداية قوية للمشاهد، هذا الشخص راح يعني تنسجم معاه بقوته، ويمكن راح تكرهها كره العمى، وهذا أكبر دليل على أنه هو أدى دوره بشكل جيد جدا رائع وقوي. تمہارا گٹار لے کے آؤں ذرا. في دور شكتي كومار آمر خان دور جديد، قتب ماله أو شكل ماله شخصية جديدة عليه أول مرة يسويها. أي نعم في بعض اللمحات على فكرة بتحس في آمر خان هو نفسه آمر خان اللي شفناه له في عدة أفلام، سواء كان تاري زاميبر أو ثري إيديتس، الدمعة ترى ما تفارق عينه بعض الأحيان، مع أن هذا الدور مشاكس ورجل مشاغب ورجل يعني زير نساء ممكن يكون في هذا الفيلم، لكن الدور جميل راح تحبه حتى لو هو إنسان كريه نوعا ما في بعض المشاهد، بس راح تحبه. دور رائع جدا من آمر خان، وأي نعم هو دوره يعني في منتصف الفيلم، بس أول ما يدخل لك في هالمنتصف الفيلم يرتفع رتم الفيلم أعلى بكثير. अरे बेटा तुम जैसे टैलेंट बच्चे होते ना सोडे में इस बबल्स की तरह होते वो ऐसे ही ऊपर आते अपने आप. طبعا المخرج أدويت شندن هذا أول عمل له، من أول عمل برهن لي هذا المخرج أنه عنده أدوات إخراجية قوية جدا، أيضا أدوات كتابية رائعة جدا، عرف كيف يسلسل لك المشاهد، يعني المشهد وراء مشهد كيف جاء بطريقة متسلسلة، كيف بنى هذه المشاهد بشكل طبيعي جدا، لأنه هو أصلا أخذ الأمور هاي من الحياة.
أي نعم هناك في بعض الميليو دراما في بعض المشاهد، لكن أنت في نهاية الأمر راح تستشعر أن هذا الشيء ممكن يصير في حالة الانتفاضة، في أي نوعية من نوعية البشر ينتفضون ترى عادي طبيعي جدا، فبتحصلها في هذا الفيلم موجودة. أنت راح تقول لا يا أخي هذا أوفر، لكن في حقيقة الأمر أي نعم هذا الشيء يصير. كذلك عنده مشاهد مرسومة رسم جميل جدا، خاصة مشهد أنا يعني لازم أقول عن هذا المشهد، مشهد يوم هي تحاول تغني في ظل وجود عامر خان. هذا المشهد تشوفوه من بداية، من بدايته إلى نهايته مدته تقريبا ما بين 10 إلى 15 دقيقة مع الأغنية، رائع جدا، من أجمل المشاهد في هذا الفيلم. وكذلك المخرج قدر يلعب بمشاعري، يعني أنا لا أخفي عليكم أن دمعة جات في عيني في بعض المراحل، وأنا متأكد أي إنسان حساس، أي إنسان يعني حتى لو مو حساس إذا اندمج مع الفيلم عينه راح تدمع لا إراديا. فهذا المخرج أعتقد يستحق التصفيق مني، وهو اجتهد بشكل جميل في هذا الفيلم. في نهاية الأمر أنا أقدر أقول قبل تقييمي لهذا الفيلم أن سيكرت سوبر ستار هي الثورة التي احتاجتها بوليوود في الوقت الراهن. أكثر أفلام بوليوود اللي شفناها في الوقت الراهن كانت أفلام فنيا جدا سيئة أو متوسطة أو ما بين المقبولة، لكن جاء سيكرت سوبر ستار ليعمل موازنة لهذه الموجة اللي هي الموجة السيئة اللي كانت أو الموجة السلبية اللي كانت في سينما بوليوود. فأعتقد سيكرت سوبر ستار راح يأخذ يعني استحقاقات كثيرة، سواء كان كاستحقاق ترشيح أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل ممثلة، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل تمثيل مساعد لرجل، أفضل إخراج، ممكن يحصل حتى أفضل موسيقى وأفضل أغنية، في أشياء كثيرة في هذا الفيلم. بمجمل هو فيلم جميل وفيلم رائع في نظري الخاص، ويستحق الإشادة بشكل كبير جدا. وأنا تقييمي لهذا الفيلم راح يكون 4.5 من 5. في نهاية الأمر لا تنسون سبسكرايب واللايك شير. كان معكم حمد سيف الريامي من سينمات فوكس في ياسمول أبوظبي. Banana.